Casemiro. تمريرة ممتازة إلى الطرف. فرصة التعادل الآن. الكرة في المرمى. هدف في هذا التوقيت. الله على المتعة. الآن تتعدل الكفة وتشتعل المباراة. هدف التعادل هو بمثابة إنذار لأنهم في حال تلقيهم هدف آخر سيفرطوا ببطاقة التأهل التي ظننا بأنهم بقوا أن ضمنوها. هدف باللمسة واحدة على الطائر. الكرة اللي كانت من تمريرة في المنطقة وبدون انتظار. يا سلام على النهاية. هدف تعديل الكفة. التعادل الإيجابي 1-1. هجوم من برشلونة. غياب كبير من الدفاع في التغطية. شوف الكرة مع المهاجم الآن. بوسكيتس. تصدي ممتاز من الحارس للكرة الرأسية. تمركز جيد الآن يقطع من خلال الكرة. تسلل على ميسي. كان عليه أن ينتظر قليلا. كاسيميرو. مارسيلو. لوكا مودريتش. انطلاقة بالكرة نحو الأمام. تنبه بدون رقابة. كرة تصطدم في الدفاع. تخرج إلى ضربة ركنية. أبعد حارس المرمى. تحرك جيد يساعد في قطع الكرة. ضربة حرة ضد برشلونة. انذار على جوردي ألبا. الدفاع بيخلصها بشكل ممتاز قبل ما تسبب مشاكل. دانيال كارفخال. توني كروز. لوكا مودريتش. مارسيلو. حظية باتجاه جارد. كريستيانو رونالدو. أندرياس إنيستا. كرة بتنقطع بعد تحرك جيد من اللاعب. جوردي ألبا. وينطلق بالكرة إلى الأمام. تدخل بيخلص الكرة. جاريث بيل. كاسيميرو. توني كروس. إسكو. مارسيلو. هجمة مع ريال مدريد. نشاهد الإخفاق المتكرر في نقل الكرة. الكرة تعود إلى الخصم. ليونيل ميسي. سيرجيو راموس. جاريث بيل. يتقدم فيها. يقدر من مناطق الخصم الآن. أندرياس إنيستا. توني كروز. فرصة الهجوم مرتد في هذه اللحظات. فرانشيسكو إسكو. إسكو يتقدم. تصويبة لكن تجد الحارس في الطريق. كانت بيل بيلعب لكرة عرضية. كرة رأسية ما كانت صعبة. بكل أريحية يتصدى لها الحارس. ضغط موجود على إنيستا. الكرة في وضعية الهجوم في هذه اللحظة. سيرجيو روبرتو. أندرياس إنيستا. تلعب في منطقة الجلد. ممتاز لباس في قبضة اليد الأخيرة. فرصة لكرة مرتدة سريعة. تدخل اللاعب يفقد الكرة. رونالدو يتحرك مبكرا وتحتسب. جوردي ألبا. تمريرة بدون تركيز والكرة الآن مقطوعة تذهب للفريق الخصم. انطلاقة هجومية لريال مدريد.
أهدي إلى رونالدو. سواريز، إسكو، كاسيميرو، دانيال كارفخال كسر الخط الخلفي بكرة بينية ممتازة. ما زالت الخطورة موجودة بعد فشل الإبعاد. سيرجيو بوسكيتس، فرصة كبيرة، الهجمة مرتدة ممكن تشكل خطورة. لويس سواريز، كرة باتجاه الحارس يمسكها بسهولة. شوط أول ينتهي. الشوط الثاني ينطلق من القمة، من الكلاسيكو، بعد أن تركنا شوط المباراة الأول ينتهي بالتعادل الحاضر بين ريال مدريد وبرشلونة. تدخل يبعد الكرة، إيفان راكيتيتش، كرة بيقطع باران، يسير باتجاه المرمى الآن. العرضية في وسط المنطقة، تسويبة افتقدت القوة، وجدت طريقها إلى الحارس. بالنظر للي قدم القناص لويس سواريز في الشوط الأول، قدم شوط أول جيد، استطاع أن يسجل، وهذا راح يعطيه ثقة كبيرة لتقديم المزيد في الشوط الثاني، محاولة مساعدة فريقه على كسر التعادل اللي كان نتيجة الشوط الأول. تتخلص في وسط الملعب بتوقع ممتاز، تمريرة ذكية لكن المدافع كان أذكى في اللقطة. حكم يعطي الأفضلية لريال مدريد. ميسي تقدم فيها، ميسي انطلق، ميسي راح، الكرة بالخطأ تنتقل إلى الخصم. كرة تقطع بعد عمل جيد حقيقة. ليونيل ميسي، حلوة الكرة بتصل إلى بوسكيتس. ليو ميسي، برشلونة يهاجم. أندريس إنييستا بيلعب الكرة، يملك تمريرات ساحرة، نظرة كاشف الملعب نادرا ما يخطئ. توني كروس، مارسيلو، كريستيانو رونالدو، الحارس يخرج في الوقت المناسب، بيخلص الكرة وبيبعدها ويمنع فرصة في غاية الخطورة. ليونيل ميسي، كرة بتضيع، نقلة كانت خاطئة في تمرير الكرة. مارسيلو، بكيف المكان، بكيف الموعد، بيخلص الكرة. سامويل أومتيتي، ضغط متقدم، استخلاص الكرة. دانيال كارفخال، لوكا مودريتش، توني كروس، مارسيلو، هجمة مع ريال مدريد، انطلق على الطرف، ممكن يلعب له كرة عرضية. لم تنجح محاولة إبعاد الكرة، عمل جيد في قطع الكرة. إيسكو، كرة في أقدام لوكا مودريتش، عرضية تصل إلى الصندوق. أوه يا لعيب يا فنان يا ممتع، الله على هذا الهدف. الأمور تتأزم ويبدو بأن التأهل يبتعد عن الفريق بعد أن ابتعد الخصم في النتيجة بعد هذا الهدف. ورطة كبيرة وقع فيها الفريق بعد أن كان بحاجة للتعادل فقط من أجل التأهل، لن وجد نفسه خاسرا حتى اللحظة في المباراة. برشلونة يتأخر في اللقاء، ثلث ساعة فقط تفصل عن نهاية المباراة. لوكا مودريتش، كريستيانو رونالدو، يتقدم بالكرة نحو مناطق الخصم، عرضية تجد طريقها إلى يد الحارس. مرتدة ممكن تكون سريعة،
شوف استحواذهم على الكرة، فارضين أسلوبهم، متحكمين في المباراة. توقع جيد في قطع الكرة. الحكم يعطي الأفضلية لبرشلونة. راكيتيتش. الحكم يطلق صافرته معلنا عن خطأ في مكان خطير جدا. لم يتبقى الكثير من الوقت، شوف المدرب الآن يبحث عن دماء جديدة في هذه اللحظات لتعديل النتيجة قبل فوات الأوان. ثبت الحارس، ثبت الحائط، ثبت الكرة، ثبت الكل، وهو الكل في الكل. كرة كانت قوية في طرف المرمى، ارتطمت الكرة بالقائم وتحولت إلى الشباك. والتعادل يعود مرة أخرى في هذا اللقاء. نعود إلى نقطة البداية من جديد. رافائيل فاران، سيرجيو راموس، مارسيلو، تسلل واضح، لاعب ما تحرك في التوقيت المناسب، سيرجيو روبرتو، تمركز الجيد الآن يقطع خلال الكرة، هجوم من غارث بيل الآن. الآن 10 دقائق فقط تفصل عن نهاية المباراة. سامويل أومتيتي، ليو ميسي، بيلعب الكرة عثمان ديمبلي، تصويب أخطأت المرمى، مرت بالسلام على الحارس. الجميع ينتظر صفرة الحكم على أحر من الجمر الآن. تعادل يكفي لتأهل الفريق مع اقتراب المباراة. كرة مع كريستيانو، هذه خطرة، فرصة هدف لرونالدو. لوكا مودريتش، حلوة الفكرة لكن التنفيذ ما كان بنفس الدقة. لعبة مقصية، كرة على الطاير لكن الكرة بعيدة عن المرمى. اللقطة الماضية لو كانت هدف كان ممكن تكون واحدة من أجمل اللقطات في هذه المباراة. سامويل أومتيتي يتقدم فيها، كرة مع ليونيل ميسي، هذه خطيرة، هذه خطيرة. خطورة مستمرة. جارث بيل بيلعب كرة عرضية. الحكم بيضيف دقيقتين إلى عمر المباراة. فرصة الهجمة المرتدة الآن. تقدم، بيلعب الكرة. يا رباه يا أخي، أنت كيف تلعب؟ كيف تفكر؟ كيف تقرر؟ كيف تسجل؟ كيف تشوف؟ كيف تشوف؟ والآن الفريق يخطف هدف التقدم. هدف يعني الكثير والكثير في المباراة. الفريق بحاجة لنقطة واحدة للتأهل، لكن الآن بحوزة 3 نقاط كاملة، كل ما عليه أن ينهي هذه المباراة بهذا الشكل لتبدأ الاحتفالات بشكل رسمي بعد أن بدأت بالفعل في المدرجات. بهذا الهدف أعتقد بأن اللقاء انتهى فعليا. هدف التقدم، هدف الحسم. الحكم يطلق صافرته معلنا نهاية المباراة. الفريق قدم كل ما لديه واستحق التأهل في نهاية المطاف. مبروك للاعبين، مبروك للطاقم الفني، مبروك لكل العشاق والمحبين. يشاركون في الدرجة السابعة في الموسم القادم بطموحات وآمال كبيرة. بالنسبة لأداء لويس سواريز في هذه المباراة، لعب دور في انتصار فريق اليوم بالهدف اللي سجله. وبالنسبة